برحب فيكم مشاهدي مريم تي في من وين ما كنتوا عم تتابعونا، وتحديدا برنامج هن والبلدية. ضمن مجال العمل بالشأن العام كانت صاحبة تجربة استثنائية مضيئة، حملت من خلالها هموم البيئة والطفل بشكل أساسي، وقدرت على مر السنوات تكون المرأة الوحيدة وببلديتها، وفازت عن جدارة بمنصب نائبة رئيس البلدية. صاحبة هالتجربة الاستثنائية عندها خبرة طويلة لابد انه نضوي عليها بهذه الحلقة من هن والبلدية. ضيفتنا اليوم جوزيان عباد، عضو مجلس بلدية شحتول وجورة مهاد. برحب فيكي معنا، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، ميرسي كثير لاستضافتكم. اهلا وسهلا. بالبداية يعني اليوم ما بدنا نحكي عن كذا تجربة، تجربتك كعضو بلدية وكمان تجربتك كنائبة رئيس البلدية. خبرينا بالبداية شو اللي قادك للشأن العام؟ بالبداية بال 2016 ما كنت بوارد أبدا أنزل بترشح على البلدية، بس بعدين حسيت أنه في شيء من جوا شغف للشغل بالشأن العام اللي ما خليني، أول شيء خليني أفكر أكثر، لأن أنا أم لولدين وبشتغل دوام كامل، وظيفة كاملة، بده تفرغ. حسيت أنه بده بمطرح تفرغ. بعدين لقيت أنه أنا في عندي شغف بهيدا المطرح، وبدي يكون عندي تحدي وبدي اشتغل بالشأن العام، فقررت تخوض غمار الشأن العام. عم نحكي بال 2016. كيف كانت الاصداء؟ هل تلقيت الدعم؟ كما بنعرف مرأة وحيدة، المرأة الأولى بالمجلس البلدي، كيف كانت الاصداء لما قررتي او اعلنتي ترشحك؟ هلا يعني كانت من اهل بيتي في دعم، من زوجي ومن عائلتي اكيد كان في دعم، هيدا اللي شجعني وهيدا اللي اطلعت فيه. في اكيد في مطارح اكيد ما بيدعموا المراه، بس انا ما اطلعت بهيدا المطرح، طلعت اكثر بالناس اللي دعمتني وخلتني اترشح وتقدر اوصل للي، لا مش لإلي انا وحده، لكل مراه. وكون عباره لبنتي، يعني لان انا عندي بنت كمان، انه المراه فيها توصل اذا بدها. مثل ما ذكرنا خدت غمار البلدي ووصلت بعام 2016 واشتغلت بالعمل البلدي على مده دورتين اكيد، ونحن نرجع نعرف منك اذا حابه تترشحي بالانتخابات المقبله. خبرينا اكثر شو بتوصفي تجربتك بالعمل البلدي قبل ما نفوت اكثر، وتخبرينا عن نشاطاتك اللي اشتغلت عليهم. كيف بتوصفي هالتجربه؟ هلأني هي أكيد تجربة فيها تحديات، هيدا بالأكيد فيها تحديات، لأن أنا جاية من مطرح تاني، من دومين تاني. أنا بشتغل موظفة بشركة وبشتغل بدومين تجميل، يعني بمجال صحيح. ومني محامية ومني مطلعة على قوانين. هيدا شيء خلاني اتحدى اكثر. اول شيء رجعت طلعت على قانون البلديات كله، على قوانين كيف بتكون وكيف بنقدر نوصل بالبلديه، وخليني امشي بهيدا التجربه. نعم، انطلقتي ومثل ما ذكرت بالمقدمه اشتغلتي، كان تركيزك اكثر على البيئه والطفل. خبرينا شو النشاطات اللي قدرتي حققتيها خلال مجالك او خلال عملك بالشان العام؟ اوكي، انا بالبلديه حبيت اجمع شوي الشيل من الكوتيل اللي انا بشتغل فيها للشان العام، يعني من التجميل، جيب التجميل والاشياء اللي فيها فرح وفيها هيك بوتي اكثر على قلب البلديه. بلشت اول ما بلشنا اشتغلت انا ومع الاكيب، اكيد مع الرئيس والاعضاء، يعني كان في هيك تجانس سوا، وعملنا شيء اسمه شحتول باي بايك على 3 سنين بالصيفيه. ما كان بس للطفل، احنا فكرنا بس للاولاد، طلع هو للاولاد ولاهلهم ولاماتهم ولبياتهم، انترتينمنت لكل الاعمار. لا صح. وكان كان يكون نهار بيئي كثير حلو، لانه كان البايك يكون بقلب الطبيعه، بقلب الضيعه، هيك بيمشوا بالضيعه بطريقه بيئيه حلوه. وباع فتره عيد الميلاد اشتغلنا اكثر للعيد، يعني كان شيء اسمه كريسمس فيليج، اشتغلنا عملنا فيلاج خصوصي للاطفال، وكمان كانت للاولاد ولاهاليهم، وكانت بفتره العيد. بعدين اجينا جائحه كورونا، انصب كل اهتمامنا صراحه بالاشياء الطبيه. اشتغلت على تأملنا دواء لاولاد الضيعه، عملنا نهار صحي كامل مع فحوصات طبيه مع حكمة. هيدا كان. وانا اشتغلت بمطرح تاني بفتره تاني
مع انجي اوز تقدر امن مصاري، لانه كمان بيئيا يعني فيها نحن عنا عين كتير كتير بيستفيدوا منا اولاد الضيعه والجوار يعني. اشتغلنا جبنا امنت مصاري تمويل. كان في تمويل صغير وبدنا نوصل للتمويل الاكبر يلي بيعمل الديكور كله للهي، بس انا اجت كمان كوفيد والوضع الاقتصادي ما خلينا، بس بالتمويل اللي اخذناه زبطنا المي، نظفناها ونظفنا كل شيء اذا اخذه الشخص بيقدر يستفيد منه ما بتاذيه. واشتغلنا كمان بتمويل ثاني، جبت كمان تمويل ثاني لملعب الاطفال بشحتول كمان رممناه كله. عملك دؤوب يعني اشتغلت كل هالنشاطات، اكيد بنقول لك يعطيك العافيه. بتقولي انه اوصلك اصرارك وعملك لتكوني نائبه رئيس البلديه، خبرينا اكثر عن هذا المنصب، كيف كانت هيك الاصداء كمان، لانه مراه وحيده تفوت على البلديه، خبرينا. اول شيء انا مراه وحيده بمجلس بلديه شحتول وجورة مهيد، نحن 8 شباب وانا المراه الوحيده. اللي كان انه اول شيء الاكيب اللي انا عم بشتغل معه كانت اصدقائه كثير حلوه، هذا اهم شيء. الرئيس والاعضاء كانوا متعاونين كثير معي وكانوا عم بيساعدوني، لو ما كانوا عم بيساعدوني ما كنت اقدر اعمل هيدول كلهم. كان اكيد في تعرقل. هيدا اللي خلى صورتي كامرأة ونائبة رئيس بلدية تعكس على النساء بالضيعة، يعني تخليهم يتحمسوا ويفوتوا على الشأن العام، انه اذا كانوا عم يشتغلوا والاكيب اللي عم يشتغلوا معه ثبتوا لهم انه هن جايين يشتغلوا بهالمطرح رح يعطوهم التقدير الكامل. نعم، شو التحديات اللي واجهتك؟ اكيد ما في عمل من دون تحديات، خاصه بكونك مراه وحيده عم تخوض غمار الشان العام، وعدا هيك كمان في تحديات اكسترنال اللي هن الجائحه والعوامل الاقتصاديه، خبرينا شو التحديات وكيف قدرتي كمان انك تواجهيهم؟ اكيد في تحديات كثير كوني امراه، اكيد مثل ما حكيت عن الاشياء البوزيتيف وانا دائما عم بتطلع بالاشياء الايجابيه، كان في اشياء كان في اقوال منا كثير يعني للمراه بتخلي المراه بتخفف من عزيمتها انه هيدا الموقع للرجال، مرة ما إلها مطرح بالبلدية، يعني هو بتسمعيهم، بس ما لازم المرة تتأثر بهيدول اللي عم تسمعهم، لازم تحط التحديات انه هي رح تقدر توصل، لأنه نحن والرجل رح نقدر نعمل مجتمع أحسن. نعم. مش بس المرأة لوحدها، المرأة بالتعاون مع الرجل رح توصل لمجتمع أحسن، وبس تثبتي انه أنت قادرة تعطي هو الرجل رح يجي وياخدك تتساعدي بالشأن العام أو بالحياة الاجتماعية اللي أنت فيها. تحديات كورونا وهي كانت كتير صعبة، مش بس كنساء ولا علي، على كل العالم بعتقد، وبالذات على البلديات، بس على كهلك لانه عليك وعلى الاعضاء، لانه كنتوا اذا فينا نقول اخذين على عاتقكم خدمه المجتمع والضيعه اللي انتم فيها. صح 100%، وخصوصي لانه كان في الشق الاقتصادي، ما يعني ما كان في، كانت عندنا بلبنان بتعرفي انه تغيرت الاوضاع، بطل في ماديا تقدري تكوني قويه مع جائحه كورونا تقدري تساعدي. جربنا بالماكسيموم صراحة مع جمعيات كتير، دقينا بابهم ووصلنا لهم أنه يساعدونا تنضل حاميين أولاد الضيعة. نعم، هيدا بالنسبة للتحديات أكيد. اليوم برأيك شو اللي عم يمنع المرأة أنه تكون حاضرة بقوة بالعمل البلدي بالشأن العام؟ حضرتك مرأة وحيدة، ومثل ما خبرتك ببداية الحلقة كتير بسمع من سيدات أنه هن النساء الأوائل أو المرأة الوحيدة بالبلدية، اليوم شو اللي بيمنع النساء أنه يكونوا حاضرات من خلال خبرتك وتجربتك بالشأن العام؟ من خلال خبرتي أنا بقول أنه النساء ما لازم، أول شيء أنا أول ما بلشت ما كان بدي أشتغل بالشأن العام. نعم. يعني بعدين لقيت أنه في تحدي وفي مطرح حلو لازم نشتغل فيه. اللي بيمنعهم أول شيء بركي قلة التدريبات اللي بياخدوها، بركي ما بيكونوا بمطرح في عندهم قلة دعم من المجتمع. مش بس كرجال، من المجتمع ككل، وبعدين عندهم مسؤوليات تانية، مسؤوليات البيت منا هينة، يعني مسؤولية تربي عائلة وهيك، هيدي المسؤولية، مسؤولية الشأن العام كمان كبيرة. صح، مسؤولية العائلة كبيرة والشأن العام كبيرة، والمرأة مثل ما عم تعرف بهالفترة عم تشتغل. يعني عندها أولوية شغلة، وأنا بلاقي اقتصاديا لأنه المرأة
بوقت مضطرية تكون كتير حتجاوزة وتساعد وتتقيم العيلة، بتلاقي انه الشأن العام اخر بارت بتفكر فيها. بس انا بدي اقول لها انه لا، اذا كانت عندها هذا الشغف من جوا تخوضه والتحديات بيصيروا انتصارات. صح، حكيتي عن الجمعيات نقطة أساسية، ممكن ما في تدريبات، الظروف هلأ تغيرت حاليا، وصرنا عم نشوف المشهدية كمان تغيرت، صرنا عم نشوف العديد من الجمعيات اللي عم تشتغل على تمكين المرأة بمجال الشأن العام، كان سياسي أو حتى بلدية، وعلى رأسهم أكيد دايما بنحب نشكرهم هي بلدية أوند، نوجه لهم تحية، وحضرتك عضو بشبكة أوند، خبرينا عن تجربتك. التجربة مع الجمعيات ومع هي بلدية وأوند تجربة سبيسيال مثل ما بيقولوا. أنا شخصيا لإلي كتير ساعدتني، كتير طورتني، لأنه في ترينينجز عم تنعطى وفي مدربين مختصين عم بيساعدونا وعم بيخلوا الإمرأة تكون بالمطرح اللي لازم تكونه بمعرفة كبيرة وتقدر توصل. انا بشكرهم من كل قلبي. انا شخصيا كثير ساعدوني. مؤخرا عملنا قانون الشراء العام مع الدكتور جان علية، كان كثير مفيد وكان كثير مثمر لنا، وانا لإلي شخصيا وبعتقد لكل الاكيب كثير ساعدوا، خاصه للنساء المرشحات. حضرتك عضو قائم، بس النساء اللي بدهم يترشحوا اكيد عم بيسلحون بالمعرفه، حتى عم بيساعدون بكتابه برامجهم الانتخابيه، وهذا الشيء كمان ناخذ فيدباك من السيدات اللي عم يحضروا معي، بيقولوا لي هذا الشيء ما كان موجود على ايامنا، فاكيد هن عم بيمهدوا ويسهلوا الطريق، مشكورين على هيدا الشيء. هل رح نشوفك بالانتخابات المقبلة؟ بس كنت بدي أعلق على نقطة، بس معك حق إنه نحن وقت نزلنا ما كنا مع جمعيات عم بتساعدنا إنه كيف نطور حالنا وكيف نقدر نكون قوية بقلب الشأن العام. هيدا مشكورين عليه، لأن كل حدا بده يترشح هلأ نيه جديد عنده دعم وعنده بداره جمعية عم بتساعده وعم تعطيه المعرفة، تزوده بالمعرفة. انا مبدئيا رح اترشح اذا الله راد على الانتخابات البلدية. اول مره بسمع رد ايجابي، كل السيدات بيقولوا لي حسب المعطيات، فهذا شيء اكيد رد بثقه، اكيد بشجع وبحمس. نعم، انا اذا الله. وشو النشاطات اللي بعد بتحسي حابه انك تشتغلي عليها؟ اكيد في كثير نشاطات. بتعرفي انه نحن هلا نيه بوضع بلديات كثير عايزه شغل، عايزه اكثر من قبل. هلا نيه كل شيء ترفيهي وكل شيء بيئي او اكثر ترفيهي مش عم ما فينا نشتغله ابدا، لانه في حاجات اساسيه لازم تكون اناره، مي، بوليس بلديه، يعني هول قصص. بس هل رح تكون العضو الوحيد هالمره؟ بعتقد كان عندك تاثير على نساء ضيعتك. لازم ما اكون العضو الوحيد. نعم. هيك عم فكر، وفي كم حدا عم يحكيني انه عباله يكون بالبلديه لان اثرت فيهم وبدنا، وانا بشجع نساء ضيعتي كمان انه يكونوا بالبلديه. يعني هل رح نشوفك رئيسه بما انك نائبه الرئيس؟ هلا ما بعرف بهيدا الموضوع صراحه، بس لانه هلا انا بلاقي شغله كثير اساسيه، مطرح ما يكون موقعك تشتغلي. نعم. يعني نعم. انا اذا لان عندي شغله وعندي عائلتي وعندي هيك، ما بعرف اذا موقع الرئيس رح يخليني اشتغل، لان متطلب شغل بعد اكثر من نائب الرئيس. صحيح. انا بلاقي انه اذا كان في مجال كون رئيسه بلديه ما رح اتاخر، بس انا بلاقي كل حدا بموقعه اذا اشتغل هو بضوي، وبعدين هن بعيطوا له تيكون رئيس بلديه. اكيد اليوم بدنا منك كلمه لكل السيدات اللي عم بيتابعونا اللي هيك عندهم تردد، ذكرت شيء جدا مهم، اللي عم يسمعوا عم يتاثروا بالاصداء السلبيه اللي عم تجيهم انه مطرحك مش البلديه مش الشان العام، شو بتحبي تقولي لهم؟ اول شيء بقول لهم انا من تجربتي الخاصه بقول للنساء انه نحن بنعمل فرق بالمجتمع، ونحن لازم يكون الفرق تبعولنا ايجابي دائما. اذا اشتغلنا نحن والرجل مع بعضنا، حطينا ايدنا بايد بعضنا، نحن منا جاي منا ضد بعضنا ابدا بالمجتمع. نحن منا ضد بعضنا، نحن مع بعضنا، وهذا الشيء نحن بدنا نثبته لكم. الحوار بين 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 بالمجتمع بين النساء وكرجال راح توصلنا. بطلب من كل النساء ما يخافوا ويخوضوا هالتجربه، اول شيء كرمال بناتهم وكرمال مجتمع احسن للبنان.
أكيد أنا بدي أشكرك نائبة رئيس بلدية شحطول وجورة مهيد على حضورك معنا جوزيان عبيد، أهلا وسهلا فيك، وبنقول لك يعطيك العافية على كافة هالمجهود والنشاطات، وإن شاء الله دايما بتضلك هيك بهالهمة وبهالطاقة الإيجابية اللي أكيد وزعتيها اليوم على كل المشاهدين، وخاصة النساء اللي هيك عندهم تردد بس حابين يكونوا عم بيخوضوا غمار الشأن العام ويخدموا مجتمعهم. نشكرك من هنا والبلدية، شكرا لك. ميرسي، أنا كمان بشكركم، ميرسي كثير. مشاهدينا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا من هنا والبلدية، أنا برجع بذكركم فيكم تابعوا هيدي الحلقة وكافة حلقات هنا والبلدية على قناتنا الخاصة على يوتيوب، وكمان فيكم تابعوا كافة برامج مريم تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا برجع بشوفكم بحلقة جاية، إلى اللقاء.